حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذن كيف تقرؤون نتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث؟ مساء الخير جميعا. لا شك أن نتائج هذا الاجتماع المثمر وتأكيد على ركائز القوية التي تقوم عليها العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام لدن الحضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. لا شك كذلك أن رئاسة سعودية العهود واهتمامهم بمجلس التنسيق السعودي البحريني في ظل دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. لا شك أن الكل يعلم أن هناك كرات 5 سنوات من العمل المؤسسي المتطور في مجلس التنسيق السعودي البحريني. أهمية النتائج المثمرة أنها جاءت بمبادرات ومشاريع على أرض الواقع يشعر بها المواطن، يشعر بها التاجر، يشعر بها المستثمر. هناك تم الإعلان أول مكتب للشركة السعودية البحرينية، هناك تم الإعلان عن انتهاء مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية. لاحظ أن نتكلم عن استثمار، ومثل استثمار نتكلم الآن عن مستشفى الملك عبد الله الطبي، وبالتالي تتكلم أيضا عن مجالات واسعة في المجال التنموي. هناك مشاريع متعلقة بإطلاق فرص التدريب واحتضان مؤسسات القطاع الخاص والشراكة أيضا في مؤسسات القطاع الخاص. ركزت نتائج الاجتماع الثالث على موضوع التوظيف والتعامل بالمثل في التجارة والتبادل التجاري، معاملة السلع البحرينية كمعاملة السلع التجارية السعودية، وبالتالي هذا أمر جدا مهم للتاجر البحريني. إلى الآن بإمكانه أن يقدم عروض تجارية من ضمن المناقصات الرسمية في المملكة العربية السعودية. لا شك ذلك أن هناك لدينا 9 مجالات و14 اتفاقية. نتكلم عن مجلس تنسيق صار له 5 سنوات لديه 72 مبادرة، بعض منها تحقق وبعض منها جاري تنفيذه، والبعض منها الآن متابعة لتنفيذه. ما يميز الاجتماع الثالث الذي عقد بالأمس أن الانتقال وتغيير مسمى اللجنة التحضيرية إلى لجنة تنفيذية، حيث أنها أيضا مسؤولية تتابع جميع ما يتم الاتفاق عليه من خلال مجلس التنسيق واللجان الفرعية. وبالتالي لدينا رسالة من أصحاب أولياء العهود أن هناك خطة عمل، هناك سرعة تنفيذ، هناك حوكمة عملية لمتابعة التنفيذ، بحيث ما يلمس المواطن البحريني والمواطن السعودي كل هذه النتائج كحقيقة واقعة. وبالتالي هناك رسالة من البحرين أن تستفيد من النمو السعودي والخليجي، وبالتالي يتحقق لنا التعاون الخليجي بشكل عام، وهناك رسالة بارزة في دعم الاقتصاد البحريني والسعودي. نعم الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد، شكرا جزيلا لك.